بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي العام، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة إن شاء الله بإذن الله. في هذا الفيديو سنتعلم بالتفصيل خطوة بخطوة إزاي تجتاز الامتحان التجريبي، أو إزاي تأدي الامتحان التجريبي اللي هو إن شاء الله بإذن الله هيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 15/12/2020. ولكن بداية يا ريت لو أنت مش مشترك في القناة تشترك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمة، وياريت تدعمني بلايك الآن، وياريت لو قدرت تشير الفيديو شيره بحيث تعم الفائدة. طيب نرجع بقى لموضوعنا، إزاي أنت كطالب تقدر تجتاز امتحان التجريبي أو الامتحان التجريبي اللي إن شاء الله بإذن الله هيبدأ غد. ولكن بداية، هل الامتحان ده عليه درجات أو بدون درجات؟ الامتحان امتحان تجريبي بدون أي درجات. طيب كده أول نقطة خلصنا منها. تاني نقطة، الامتحان ده هأديه عن طريق التابلت فقط؟ يعني أنا مثلا التابلت عندي فيه مشاكل، هل هأديه عن طريق التابلت؟ لا، الدرس ده بيشرح عن طريق لابتوب أو عن طريق كمبيوتر، وهعلمكم ازاي اخش على المنصه وكل حاجه من على جهاز الكمبيوتر. فانت مش شرط عايز تأدي الامتحان على التابلت ماشي، عايز تأديه على موبايلك اللي هو الهاتف المحمول ماشي، عايز تأديه على لابتوب او كمبيوتر شخصي بي سي عادي مفيش اي مشاكل، ولكن يفضل وجودك على التابلت، ولكن يفضل ان انت تستخدم التابلت بحيث التابلت بيكون متوصل بشبكه الوزاره او بيكون متواصل مع الوزاره. لكن حصل مثلا اي عطل في التابلت فبتضطر ترجع لتليفون المحمول او لجهاز البي سي او الجهاز الشخصي اللي هو البي سي او اللابتوب. ولكن هي كلها طريقه واحده، كل اللي عليك هتبدا تخش على منصه الامتحان اللي هي موجوده قدامك حاليا. طيب منصه الامتحان دي عشان اوفر عليك، انا جبتها على اللابتوب ازاي؟ كل اللي عليك بتخش على موقع جوجل تكتب منصه الامتحان. ابعد نفسك عن الحاجات دي كلها، انا هسيب لك الرابط في الديسكريبشن اسفل الفيديو بحيث تخش وتبدا تدخل على الرابط مباشره. طيب اول حاجه، ازاي اقدر ادخل اسم المستخدم وكلمه السر زي ما هو طالبهم مني؟ انا مثلا دخلت على الموقع، طالب هنا مني اسم المستخدم وكلمه السر. طب اسم المستخدم وكلمه السر بجيبهم منين؟ كل اللي عليك بتخش على موقع الاستماره، لو انتوا فاكرين اللي كنا بندخل عليه اهو، اللي هو الاستماره الالكترونيه، وبعمل تسجيل دخول، ومن تسجيل دخول بخش بجيب الاكواد بتاعتي. طيب كده عرفنا ازاي هجيب اسم المستخدم وكلمه السر. طيب كل اللي عليك بعد ما تجيب اسم المستخدم هتبدا تكتبه هنا. انا هبدا اكتب اسم المستخدم بالشكل ده كده، وطبعا الحاجات دي كلها مخفيها عشان الحاجات دي خاص بطالب او طالبه. عندك اسم المستخدم بيكون 9 ارقام بدون اي حروف. بعد كده هنزل على كلمه السر، بتحتوي على حرفين والباقي كله ارقام. هبدا اكتب كلمه السر بتاعتي بالشكل ده كده، وبعد ما اكتب كلمة السر ابدا اتاكد منها، وبعد كده ابدا اضغط على تسجيل الدخول. طبعا هنا انا مش هحفظ، هيبدا يجيب لي الشاشة الموجودة قدامكم حاليا وجايب لي كلمة اهلا بك وكاتب لي اسم الطالب. طبعا اسم الطالب برضو انا هخفيه. من الوارد الشاشة ديت او الصفحة دي تظهر عندك انجلش، هتبدا تغيرها من هنا اهو. لو انا مثلا هي ظاهرة كده انجلش وعايز اغيرها للعربي، اضغط هنا واختار عربي. طب انا مثلا ظاهرة عندي بالعربي وطالب مستواه اللغة مو كويس وعايز مثلا يأديها باللغة الانجليزية، عادي براحتك اختار من هنا عربي او انجليزي عادي مفيش اي مشاكل. طبعا هنا بيقول لي ادخل رمز الشفرة للتقييم المقدم لك. ايه هو رمز الشفرة؟ رمز الشفرة اللي هو رمز كل مادة انت هتمتحنها ان شاء الله باذن الله. اول مادة في الجدول بكرة اللي هي مادة الاحياء، مطلوب منك وقت ما جبت الاكواد مكتوب اسم المادة ومكتوب قدامها تاريخ اليوم وكمان مكتوب قدامها اسم الجلسة او اسم رمز الشفرة. فهبدأ اكتب هنا رمز الشفرة بالشكل ده كده، وبعد ما اكتب رمز الشفرة زي ما كتبت كده هبدأ اضغط على كلمة خطأ. خلاص كده. طبعا هو حاليا جاب لي عذرا لم يتم التحقق من صحة رمز الجلسة. ليه جاب لي الكلمة ديت؟ عشان انا النهارده بسجل فيديو الامتحان لسه هيبدا بكره. لكن انت ايه اللي هيجي لك بعد ما تضغط على كلمه خضع؟ انا هبدا الغي دي خالص. هيبدا يجي لك شاشه بالشكل اللي انت شايفها قدامك ده كده، وجايب لي اول حاجه تقييم الامتحان. طبعا انا عشان
ابدا اخش على الامتحان، قال لي يمكنك الان البدء في التقييم، هبدا اضغط على كلمه بدايه، شايفين كلمه بدايه ديت، هبدا اضغط عليها. بعد ما اضغط عليها طبعا هنا هيكون امتحان عندك احياء، ما تبصش انت هنا ده جغرافيا بتاع سنه تانية، دي يعتبر واخدين حاجات من السنه اللي فاتت، وبنبدا نشرح عليها عشان اعلمك ازاي الامتحان بيتم. طبعا بعد كده هبدا برضو اضغط على كلمه ابدا ديت بالشكل ده كده، بعد ما اضغط عليها هيبدا يجيب لي اسئله الامتحان. طب عند اسئله الامتحان هنا لو تلاحظوا في الجزئيه دي كده، قال لي انت الامتحان كله مكون من 10 اسئله، ادي ال 10 اسئله اهو، سؤال رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كمان هنا على الجنب جايب لي الرمز ده او الايقونه دي، الايقونه دي معناها ايه؟ معناها لو الامتحان ظهر معاك بنص شاشه فبخليه بشاشه كامله. طيب الايقونه الثانيه اللي هي ديت ايقونه المراجعه اللي هي بالشكل ده كده، اللي هي بتسمح لي ان انا لو عديت اي سؤال او سبت اي سؤال او حطيت عليه شكل العلم اقدر اراجعه بعد كده. طيب الايقونه اللي بعد كده اللي هي امكانيه او خيار الوصول، اللي بتسمح لي ان انا اغير في نظام الالوان او اغير في حجم الخط وكمان التكبير. طبعا الايقونه الاخيره اللي شفناها ديت بتطلع لي مخطط بياني بيوضح كيف يتكون مثلا اللسان الزمني او المخطط الزمني بتاع الامتحان. طيب نرجع بقى للسؤال الطلبه كله بتسال عنه، اللي هي انواع الاسئله. طبعا هي جايب لك تم تقييم الامتحان، تم تقييم الامتحان بنجاح. طبعا هنا انواع الاسئله، انواع الاسئله عندي ثلاث اسئله. اول حاجه اسئله الاختيار من متعدد. طب الاسئله ديت انا بعمل فيها ايه؟ انت جايب لك سؤال اهو وجايب لك كذا اختيار، فببدا اختار سؤال منهم. طبعا الاجابه هنا نفترض مثلا اللي هي رقم الاثنين اللي هي 78%، هبدا اختار الحاجه دي فقط. يبقى اسئله الاختيار من متعدد بتسمح لي ان انا اختار اختيار واحد فقط. طيب تاني نعمل اسئله اللي هو اسئله او الاسئله المقاليه، الاسئله المقاليه بيجيب لي سؤال وابدا في الجزئيه ديت اكتب الاجابه بتاعته. طيب بعد ما كتبتها عايز اكبر الخط او عايز احط خط تحت النص او اخلي الخط مائل، عايز اخليه في الوسط او في اليمين او في اليسار، كله من الايقونات دي. انا مثلا كتبت حاجه هنا وعايز اغيرها اخليها مثلا الخط بتاعي سميك، يبقى اضغط على حرف البي. عايز اخلي الخط مائل اضغط على حرف الاي. عايز احط خط تحت كلمه معينه اضغط على اليو اللي هي تحتيها شرطه بالشكل كده. طيب ثالث نوع من الاسئله اللي هي اسئله استخدام القلم الالكتروني، وهي الجزئيه دي. طبعا السؤال ده ممكن يجيب لاي حاجه انا هرسمها، فابدا ارسم هنا. ديت كلها انواع الاسئله اللي هتجي لك. طيب انا مثلا هنا جيت خلصت الامتحان وعايز اراجع الامتحان بتاعي، اراجعه ازاي؟ عايز اشوف الاسئله اللي انا سبتها، عايز اشوف الاسئله اللي انا حطيت عليها رمز العلم عشان بعد كده ارجعها، فببدا اضغط على كلمه مراجعه، شايفين كلمه مراجعه ديت اهي اللي عليها المستطيل الاحمر ده، ببدا اضغط عليها بالشكل ده كده، بيبدا يجيب لي الشاشه ديت، الشاشه دي بتوضح لي كل الحاجات اللي انا نفذتها في الامتحان. قال لي انت عندك رقم 2 الاسئله التي تم الاجابه عليها، في بعد كده رمز العلم الاسئله التي تم تحديدها بعلامه العلم، وجايب لي بعد كده رقم 8 الاسئله التي لم يتم الاجابه عليها. بعد ما اخلص المراجعه بتاعتي ببدا اضغط على كلمه انهاء، شايفين كلمه انهاء ديت؟ ببدا اضغط عليها، بعد ما اضغط عليها بيبدا برضو يجيب لي جلسه الامتحان والزمن التوقيت بتاع الامتحان. طبعا بعد ما بخلص بقول له انهاء، ببدا اضغط على كلمه انهاء. هنا دي اهم خطوه، دي اهم خطوه، لان بعض الطلبه بيجوا عند الحته دي والنت يفصل منهم. ما تقلقش، هو كده الامتحان بترسل سؤال بسؤال، لكن انا عليا عشان ارسل الامتحان بالكامل طبعا جايب لي هنا ارسال نشاط او ارسال النشاط. معنى ارسال النشاط يعني ارسال الامتحان بالكامل. طيب عشان ارسل الامتحان ببدا اضغط على كلمه نعم، لازم اضغط على كلمه نعم اللي هي علامه مستطيل احمر بالشكل ده كده، وجايب لي هنا تم محاولة جميع الأسئلة، هل تريد الآن؟ طبعا بقول له نعم بالشكل كده، قال لي النشاط أرسل بنجاح. كده طبعا الامتحان تم بالنجاح، وانت ان شاء الله بإذن الله اكتست الامتحان. كل اللي عليا هبدأ اضغط على كلمة إغلاق، وفي الحالة دي بعد ما اضغط على كلمة إغلاق هيبدأ يرجعني للشاشة ديت اللي هي كانت بتجيلي في الأول، قال لي لقد
قدمت تقييمك بنجاح او تم الانتهاء من الامتحان بنجاح. طيب انا عشان برضو امن نفسي عايز اخرج من الامتحان نهائيا، عشان تخرج من الامتحان شايف علامة الخروج ديت هبدأ اضغط عليها بالشكل ده كده هيتم خروجي من الامتحان، ولو انت بتمتحن على التابلت هيبدأ يرجعني لشاشة التابلت الرئيسية. وبكده يكون عرفنا ازاي اقدر اجتاز الامتحان، وعرفت ازاي اقدر اؤدي الامتحان بنجاح. يا ريت ما تنساش اللايك والشير وكمان الاشتراك في القناة. دمتم في امان الله وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.